Allez, quel est? تم في قصدي ناري وجوي كثيفي. تمكنت خلال وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفي من اقتحام قرية إجباب حمد وضبعة الملي وتطهيرها من ارهابي داعش، حيث تم انزال اكبر عدد من الخسائر في عناصر تنظيم داعش، كما تم تدمير عدد من الآليات المحمولة والعربات المدرعة.